وفي هذا الصدد أشار سعادة المستشار نايف يوسف المحامي العام الأول لرئيس نيابة الكلية، أشار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أبرز الإنجازات والموضوعات التي تم تناولها وعرضها خلال المؤتمر السنوي للنيابة العامة. ألقى اليوم سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين كلمة شارحة في المؤتمر لمحاور هذا الإنجاز اللي بلغ نسبته 98%، والتي تضمنت أعداد البلاغات اللي تلقتها النيابة العامة خلال العام والقضايا المقيدة بشأنها وما تم فيها، فضلا عن حجم أداء النيابات الجزئية والمتخصصة ووحدة التحقيق الخاصة والمكتب الفني ومكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان. وكذلك بين الطلبات اللي تلقتها النيابة العامة واللي كانت سواء عن طريق الاعتيادية أو عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وأوضح سعادة النائب العام أوجه التطور والتحديث التي تمت من أجل رفع المستوى الأداء، ومنها إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية المختصة بالتحقيق والتصرف الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر وسائل التقنيات الحديثة، وقد جاء إنشائها لمواجهة زيادة نسبة الجرائم بالأخص الاحتيال الإلكتروني والمساس بالحياة الخاصة، ومن مهامها التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير العمل في مجال المكافحة ورصد الأدلة وملاحقة الجناح لتقديمهم للعدالة، وأيضا إنشاء وحدة مختصة بالتحقيق في جرائم المخدرات لغرض زيادة الفاعلية الإجرائية في شأن ملاحقة الجناح وتتبع تدفق الأموال غير المشروع وعوائد تلك الجرائم.